شجيل إلى رامي التماس لمصلحة نادي ختافي، رامي جانبية لمصلحة ختافي. الأزولونس أو الختا، نادي ختافي يحاول بكرة عميقة خطيرة، كرة تسكن الشباك، هذه المرة الهدف موجود، ختافي يسجل يوقع هدف أول من بعيد، صاروخية لمصلحة الختا، تسكن شباك نيتو، هدف أسبقية، فرحة غير عادية للاعبي ختافي، فرحة الجماهير الحاضرة من أحباء ومناصري نادي ختافي. كرة من بعيد، صاروخية قوية تسكن الشباك بعد أن غيرت المسار، غيرت الاتجاه، تسديدة بيرغارا على ما يبدو، هذه الإعادة من جديد، هذا الإبعاد الخاطئ من دفاع فالنسيا، والحارس نيتو يستقبل هذه الكرة، ينظر إليها يتابعها وهي تهز الشباك، كرة اصطدمت بالمدافعين، بيرغارا من بعيد، بيرغارا يأتي بالجديد، جول أول لمصلحة ختافي، هذه التصويبة اصطدمت بالمدافع البرازيلي باوليستا، سوء تقدير، باوليستا يقع في الفخ مرتين، أبعاد غير موفق أولا، وكرة بيرغارا تلامس البرازيلي ثانيا، بالتالي الشباك تهتز، نيتو يستقبل